غلبها حنينها إلى وطنها، وتمكنت منها ذكريات الطفولة وأيام الصبا واللهو مع الصواحب، فآثرت تلك الذكريات على حياة القصور، بل تمكن منها الحنين حتى أنها تخلت عن الزوج والابن الوحيد، وكرهت أفخر الثياب والحلي، وعافت أطيب الطعام ووفرة الخدم والحشم. هي العربية المعتزة بعربيتها ميسون بنت حميد بن بحدل بن أنيف الكلبية، التي ضربت لنا أروع الأمثلة في حب الوطن وإيثاره على كل متع الحياة، فقد كانت زوجة الخليفة وأم ولي العهد، أي سيدة العرب الأولى، ومع ذلك تركت هذا كله شوقا إلى حياة البداوة التي ألفتها. أصلها من بدو بني كلب، وهي ابنة زعيم القبيلة حميد بن بحدل، قبيلتها تدين بالأرثوذكسية. هي زوجة الخليفة الأموي الأول ومؤسس الخلافة الأموية معاوية بن أبي سفيان، ووالدة الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية، ولقد كان لها دور كبير في الحياة السياسية في الخلافة الأموية، فعندما أودى الطاعون بحياة الكثير من الجيش الإسلامي في دمشق أثناء حربه ضد الرومان، استطاع معاوية بزواجه من ميسون أن يجند أصهاره المسيحيين الأرثوذكس، مما زاد المسلمين قوة كان لها عظيم الأثر فيما تحقق من انتصارات خلدها التاريخ. وهي من أقدم وأشعر شاعرات العرب، التي تميزت بصدق العاطفة وجزالة اللفظ وروعة المعنى، كانت ذات جمال يبهر كل ناظر. ما أن أبصرها معاوية لم يلبث أن تزوجها وبنى لها قصرا غاية في الروعة، مشرفا على الغوطة إحدى أروع منازه الدنيا، وزينه بالزخارف وآنية الفضة والذهب وكل أسباب النعيم، وجعل لخدمتها وصائف. القصر تحفة حدائق غناء كانت حديث العالم، ورغم كل ذلك لم تنس حياة البادية التي ولدت وتربت فيها. كان حنين الوطن ينازعها دوما، رغم أن معاوية كان متعلقا بها جدا، يأخذها معه في رحلاته، ومنها رحلته الاستكشافية إلى آسيا الصغرى. ذات مرة كانت ترتدي أفخر ثيابها متزينة بالحلي، تجلس في شرفتها تنظر إلى الغوطة وأشجارها، فسمعت تغريد الطير وفاح في أنفها نسيم الأزهار، فتذكرت البادية وحنت إلى أهلها ومرباها، فلم تلبث أن بكت وتنهدت، فسألتها إحدى الوصيفات: ما يبكيك وأنت في ملك يضاهي ملك بلقيس؟ فتنفست السعداء مرتجلة إحدى أشهر قصائد الشعر العربي: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، وأصوات الرياح بكل فج أحب إلي من نقر الدفوف، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من قط أليف، وبكر يتبع الأضغان سبقا أحب إلي من بغل زفوف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج علوف، خشونة عيشي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فما أبغي سوى وطني بديلا وما أبهاه من وطن شريف. وتعد هذه القصيدة واحدة من أشهر القصائد التي عبرت عن الحنين إلى الأوطان رغم كثرة المغريات. فلما دخل معاوية استقبلته إحدى الوصيفات فأخبرته بما قالت ميسون، فقال: ما رضيت ابنة بحدل حتى جعلتني علجة، هي طالق ثلاثة. ثم أرسلها إلى أهلها في نجد، وكانت حاملا بابنه يزيد، فولدته في البادية. كانت خلال تلك الفترة مشغولة الذهن، فكانت تهتم بتعليمه كثيرا، فقضى طفولته في البادية، مما كان له عظيم الأثر في شخصيته. ثم أرسلته إلى أبيه غير نادمة، وآثرت حياة البادية على حياة القصور حتى بعدما صارت أم الخليفة، ولكن حبها لوطنها طغى على كل حب، وظلت في البادية
حتى توفيت عام 80 من الهجرة النبوية.